السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأسعدكم الله في الدارين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن نتحدث عن موسوعة الفرق ونقرأ ونعلق تعليقا يسيرا على ما نقرأه، لأن الكلام واضح وأغلبه واضح، لكن تعليق بسيط من أجل الفائدة. ونحن نتحدث في الفصل الرابع عن النهي عن الفرقة، وعندنا 12 مبحث في هذا الباب، وتحدثنا عن 7 مباحث، واليوم نتحدث عن المبحث 8، وكلها تحث على الاجتماع والنهي عن الفرقة. فالمبحث 8 عنوانه وصية الله لأنبيائه ورسله بالاجتماع على التوحيد الخالص لله رب العالمين، ونبذ الفرقة وإطراحها وطرحها. يعني هذا الباب نبين فيه أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأنبياء بالاجتماع على الدين، وأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وحذر من الفرقة. فتعالوا بنا نتأمل هذا المعنى. لقد حث الله تعالى على لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة بأن بين هذا الأصل العظيم، هو وصيته سبحانه لأنبيائه ورسله. فحري بكل مسلم أن يقتدي ويقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني أنت عندما ترى أن هذه الوصية للأنبياء الذين هم أعظم البشر، فأنت تتأسى وتقتدي بهؤلاء الأنبياء وتكون مثلهم مجتمعا على الدين ومتمسكا بالجماعة، وتحذر من الفرقة. الذين عملوا بما وصاه به ربهم عز وجل، فالأنبياء عملوا بما وصاهم الله سبحانه وتعالى. سنشير إلى آيات ونقرأ آيات، وإذا هناك تفسير سنذكره بشكل سريع، لأن الآيات كلها تبين الاجتماع وتبين وصية الله للأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى شرع ووصى لنوح عليه السلام، والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصى به الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى، كلهم أن أقيموا الدين لله، كلكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في الدين، وكونوا متمسكين بالدين وكونوا متمسكين بالإسلام، ولا تنازعوا ولا تتفرقوا. ومعنى إقامة الدين العمل به على ما شرع لكم وفرض. يعني الإقامة الدين يكون كيف؟ بما شرع الله سبحانه وتعالى، وبما فرض الله سبحانه وتعالى، وبما أمر الله سبحانه وتعالى. نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ولا تتفرقوا فيه، أي لا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به، كما اختلف الأحزاب من قبلكم. فلا تتفرقوا في هذا الدين، أي اعملوا به ولا تتركوا العمل به وتمسكوا به، ولا تكونوا كالذين اختلفوا من الأحزاب من قبلكم، فكونوا متمسكين بدينكم. وهذه الوصية للأنبياء. ويقول حافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله: أوصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فأمرهم بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن التفرق والاختلاف. والدين الذي أمر الله سبحانه به الأنبياء والاجتماع عليه والتمسك به هو دين واحد، وهو دين الإسلام. يعني من الخطأ أن نقول هناك أديان متعددة، ليس هناك أديان، كل الأنبياء دينهم الإسلام، كلهم بالنسبة بجانب التوحيد والعقيدة كلهم يؤمنون بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد. لكن الاختلافات تكون بماذا؟
تكون في الصلاة، كيفية الصلاة، كيفية الصدقة، في العبادات. لكن بالنسبة للتوحيد والعقيدة والدين فكلهم دينهم هو الإسلام، هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هي هذه هي عقيدة جميع الأنبياء وجميع الرسل، كلهم هذه هي عقيدتهم كما سنقرأ من الآيات. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. يقول الله تعالى، سنشير إلى آيات كلها تبين أن الإسلام هو دين الأنبياء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا عام في كل زمان ومكان، يعني في كل زمان ومكان الإسلام هو الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن غير الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا إلا الإسلام، لا يقبل دينا إلا الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهؤلاء الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو دينه الإسلام، فكل الأنبياء والرسل والمؤمنون يجتمعون على دين الإسلام. فنوح وإبراهيم والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام وعن نوح عليه السلام، تأمل، كلهم موحدون لله سبحانه وتعالى. فيقول نوح عن نوح عليه السلام، فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيضا إبراهيم عليه السلام دينه الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطع أمرهم بينهم كلهم إلينا راجعون. ويقول سبحانه أيضا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله سبحانه وتعالى أمر جميع الأنبياء أن يكونوا أمة واحدة. ومعنى الأمة هنا الدين، أي دين الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون فاتقون. فكل الآيات تبين ماذا؟ تبين أن الدين واحد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الحق واحد، وأن الحق واحد. أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله لا شريك له. يقول عبد الله بن عباس في قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم دين واحد، معناه أن دينكم هو دين واحد، أي جميع الأنبياء دينهم هو دين واحد. ودين الإسلام الذي تمسك به الأنبياء جميعهم عليهم السلام ودعوا إليه هو توحيد الله والإيمان به وطاعة رسوله وقبول شرائعه. فكل الأنبياء دعوا إلى هذا الأمر، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الرسل الذين يوحى إليهم، وأيضا قبول الشرائع وكل ما نزل عليهم. والوصية بلزوم الجماعة والاجتماع على توحيد الله عز وجل، والحذر من سلوك سبل الفرقة، ليست وصية خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هي وصية لازمة لكل مسلم. يعني عندما نقرأ هذه الآيات لا يأتي شخص يقول هذه وصية للأنبياء فقط، ليست وصية لنا، لا لا لا، هذه وصية للأنبياء ووصية لجميع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكما وصى الأنبياء أيضا وصاك أنت أيها المؤمن أنك تسلك الطريق الصحيح وأن تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أول العاملين
بوصية الله سبحانه له، يعني أول عاملين بوصية الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والحذر من الفرقة، ولذلك برأه الله سبحانه وتعالى من الفرقة وأهلها كما سيتضح في النقطة التالية أو الدرس القادم إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى وصل الأنبياء وأيضا برأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة ومن أهل الفرقة بنصوص من القرآن. فهكذا نحن وقفنا مع المبحث الثامن، وسوف تكون وقفات يسيرة، إذا كان المبحث طويل سيكون وقفة طويلة. فهنا بينا أيضا وصية الله سبحانه وتعالى للأنبياء ولنبيه وللمؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعه، وأن الدين هو دين الإسلام الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من البشرية، ودين جميع الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا، شاركوا المقطع بشكل واسع فالدالوا على الخير كفاعله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.